بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب العشرين، كتاب اللعان، وفيه باب واحد وعدة أحاديث. واللعان شرع من أجل نفي النسب، لو حملت امرأة واعتقد الزوج أن الحمل الذي في بطنها ليس له، لو سكت نسب إليه، لأن الولد للفراش، فكيف يتخلص من نسبته له؟ لا يتخلص منه إلا بأن يرفع قضية للقاضي وأنه ليس ابنه، فالقاضي يجعله يقسم أمامه في جمع من الناس بعد صلاة العصر في مسجد، كل ده تغليظ، أن امرأته زانية وأن ما في بطنها ليس له. طب افرض ان امرأته زنت وهو علم انها زنت وليس في بطنها شيء، خلاص يطلقها والستر كويس. لكن امتى يلجأ للعان؟ يلجأ للعان لو حملت من سفاح، فلو سكت الولد حيتولد يبقى اسمه تبع هذا الرجل، والرجل ده اجنبي عنه، فيقوم يضطر للعان. يعني اللعان لا يفعله الرجل إلا إذا كان هناك حمل من سفاح في بطن زوجته، أما لو زنت وليس في بطنها حمل يطلعها وخلاص ويمشي مع السلام. ولو قتلها هيتقتل بيها، لو قتلها يقتل بها، ولو قال هي زانية ولم يأتي بأربعة شهود هيجلد حد قذف. يبقى في الحل ده يعمل ايه؟ يقتلها ويتقتل بيها والعيال تتشرد، ولا يعمل ايه؟ الشرع ما هو يريد ان هو يجعل حل لمثل هذه القضية التي قد تحدث، الحمد لله انها تحدث في بلاد المسلمين في القليل النادر، لكنها قد تحدث. فاللعان وسيلة من وسائل الفرقة. احنا قلنا ان عقد النكاح يتم فسخه، يتم ايه؟ انهاء عقد النكاح بالطلاق والخلع والفسخ، ورابع حاجة اللعان، عشان كده جاب اللعان بعد الطلاق. شوف الترتيب، لان اللعان يفرق بين الزوجين، يبقى بيحل عقدة النكاح، اللعان يحل عقدة النكاح. لو تمت الملاعنة فرق بينهما على التأبيد، يعني حتى لو نكحت زوجا غيره لا وطلقها لا يستطيع ان يتزوجها على التأبيد، يبقى اللعان ينبني عليه التحريم على التأبيد. طب افرض رجع في كلامه بعد ما لاعن، قال لا ده انا كنت غلطان، ده انا اشتبه علي، انا اصلي نظري ضعيف وظنيت انها كانت ايه هي زوجتي مع هذا الرجل، واتضحت ان هي مش زوجتي، ده واحده شبهها مثلا، تراجع، هل تحل له بعد الفرقه ام لا؟ دي مساله برضه في الفقه، يعني بعدما لاعنها وفرق بينهم على التأبيد خلاص لا تحل له، بعد فتره اتضح ان هو كان اخطا فراح للقاضي قال انا كنت غلطان،
انا نظري ضعيف، اي حاجة، او ما قالش السبب، انا كنت غلطان، انا كنت كذاب، هل تحل له مرة اخرى ان يتزوجها ام لا؟ الشافعية والمالكية قال لك لا، التأبيد حتى لو ترك، والاحناف قال لك لا تحل له بعد ذلك، لان العلة الفرقة هي اللعان وقد زالت بتراجعه. يبقى الاحناف يجيزون له ان يتزوج مرة اخرى ان تراجع، واخد بالك؟ لكن الشافعية والمالكية قالوا لا، مهما تراجع طالما تم اللعان تمت الفرقة على التأبيد مباشرة. وهل الفرقة تتم بمجرد اللعان ام بانه يطلقها بعد اللعان؟ برضو مسألة فقهية، مذهبان، الجمهور على الاحناف، الجمهور يعني نقول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا انها تتم الفرقة بمجرد اللعان ولا يحتاج لتطليق، والاحناف قالوا لابد ان يطلقها القاضي او يأمره بطلاقها. دي كل دي تفاصيل في المسألة عليها. قصة اللعان كانت في شعبان في العام التاسع من الهجرة، حصلت في شعبان في العام التاسع من الهجرة، واثنين بس هم اللي لعنوا في العصر النبوي الشريف، هلال بن أمية وعويمر. عويمر وهلال بن أمية، هلال كان نمرة واحد وعويمر جاب عديه، هم دول اللي لعنوا، والاثنين من عائلة واحدة، من أسرة واحدة، من قبيلة واحدة، بينهما أولاد عمومة هم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث السادس عشر بعد 803,000، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عويمر راح لعمه عاصم بيقول له اسأل لي لو واحد شاف رجل مع امرأته فقتله هتقتلوه، لأنه معه الشهود إثبات ذنب، كويس؟ ولو قال وما جابش شهود هتعملوا إيه؟ هتجلدوه. طب يعمل إيه؟ عايز يخلص هو من المعرة دي، يعمل إيه؟ فهمت بقى المسألة السؤال؟ لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن مسألة فيها فحش والنبي كان لا يحب الفحش، ولم تقع، فما فيش داعي أنك أنت تفترض مسألة لم تقع وفيها فحش وتروح تسأل عليه. أولا ده يعني إيه؟ يسيء للمسلمين أمام أعداء الإسلام، ويجرئ الكفار أنهم يخوضوا في أعراض المسلمين. فكل ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها مسألة فيها إيه؟ قبيحة يعني، خصوصا أنها لم تحدث. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، وقفتني موقف محرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. يبدو أن عويمر كان شاكك في زوجته، في سلوك زوجته،
مجرد شك. فألم أسأل المسألة الأول علشان قبل ما أتيقن أعرف أعمل إيه؟ فصمم عويمر قال له لا أنا بقى هروح أسأل النبي بقى مباشرة. صمم على ذلك. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ وخد بالك ان الصحابة ما بتتكلم برضو ايه، بتتكلم بطريقة الفاظ مهذبة تعبر عن معنى قبيح. قال وجد رجلا مع امرأته، يفهم من اللفظ انه يزن لكن ما رضاش يقول يزن. شوف بقى اختيار اللفظ الجميل عشان ايه، شوف ادب الصحابه في السؤال في المسائل القبيحه، انه يختار الفاظ بعيده عن القبح وفي نفس الوقت تؤدي المعنى. ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. كانت نزل للنبي بعد سؤال عاصم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اللي موجودة في سورة النور، واخد بالك، اللي هي فيها اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إلى آخر الآية. فنزلت الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، جات لك الحل خلاص، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثة. يعني لو انا فضلت مراتي بعد اللي ملعنة يبقى انا بكذب عليها، هي طلقة مني ثلاثة يا رسول الله كمان. وعلشان كده الاحناف قال لك ايه، ان الملعنة نفسها ليست ايه مفرقة، بل لابد ان يطلق بعد الملعنة. كويس. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين أي الفرقة، لأن اللعن من الطرد والإبعاد، واللعان يؤدي إلى إبعاد الرجل عن هذه المرأة على التأبيد فلا يستطيع أن يرد. وعنه به قال وحدثني حرملة بن يحيى. في روايات تانية بقى النبي قال له ايه، لا سبيل لك عليها اصلا، طلق ايه، انت بتطلع حاجة هي ما بقتش مراتك بمجرد اللعنة، عشان كده خد بيها الجمهور. الرواية التانية اللي قال له لا سبيل لك عليها، يعني انت اصلا مجرد ما لعنتها فرق يعني ايه فارقتك، فايه بقى بتطلق، بتطلق يعني بتطلق واحدة مش ليست في عصمتك، عشان كده قال له لا سبيل لك عليها، يعني انت سواء طلقت ما طلقت انت هي اصلا الفرقه تمت. فدي الروايه دي اللي خد بيها مين؟ اللي خد بيها الجمهور الروايه الثانيه. وعن ابي قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سهل بن سعد الانصاري ان عويمرا الانصاري من بني العجلان اتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه. يبقى انتفى النسب، يبقى اللعان يؤدي إلى الفرقة ونفي النسب. كويس. ويمنع أيضا إقامة الحد عليهما. واضح؟ يعني هي لو نكلت، افرض الزوجة ما رضتش تحلف، هو حلف والزوجة نكلت، ننتظر لما تضع ويقام عليها حد الزنا الرجم. كويس؟ لأن هي خلاص، لأن هو بيحلف أربعة إيه؟ أيمان، كل يمين يقوم مقام شاهد.
احنا عشان يثبت الزنا محتاج 4 شهود. هو هيحلف 4 مرات كل مره بمقام شاهد، يبقى ايه؟ وهي نكلت ما رضتش تحلف، معناها انها اعترفت واقرت. فهمت ازاي؟ يبقى لو تلاعنا يمنع قيام الحد ايه على الطرف الاخر، ويفرق بينهما وينفي النسب. شوف دي الاحكام اللي هي بتترتب على اللعان. ولما ينفي النسب يبقى يدعى الولد اللي في بطنها ده او المولود في بطنها سواء كان ذكر او انثى، يدعى لامه، ما يبقاش ليه اب، يدعى لامه، فحينسب باسم عائله الام. كويس؟ يعني الواد فلان ابن نجيب له نأب عائله الام، يبقى ملوش اب. كويس؟ فاذا مات هذا الولد او الام يتوارثه، يورثها. فهمت؟ لانه منسوب لها امه، فاذا ماتت هي يرثها، وان مات هو قبلها ترثه. واضح؟ فكان ابنها يدعى الى امه، ثم جرت السنه انه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. يعني لو كان لي ابناء او لي اخوه، الام تاخد السدس. مالوش ابناء ومالوش اخوه، الام تاخد الثلث. طيب وافرض في باقي، هل يرد للام ولا يروح للايه؟ لعصبه الام. يعني الام خدت التلت خلاص ولسه في باقي، يروح لفين؟ فهمت؟ الشافعي قال لك يرد لايه؟ الاحناف قال لك يرد للام، تاخد الباقي تعصيبا، لان هو ملوش عصبه، تبقى امه تعصب وخلاص. والشافعي عندهم التعصيب لابد فيه من الذكوره، فقال لك لا، يرد الى بيت مال المسلمين او الى اوليائها من جهه الام، الاولياء من جهه الام الذكور. فهمت؟ ده في الباقي. يبقى اختلف في الباقي على مذهبان. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنه فيهما، عن حديث سهل بن سعد اخي بني ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد. شفت بقى؟ في المسجد ده تغليظ. يبقى في وسائل للتغليظ علشان تمنع الانسان من التلاعن، تخوفه. اولا انه هيبقى في مسجد، والواحد يخاف يحلف في المسجد كذب. يعني لو حلف في السوق كذب ما يجراش حاجه، جريء شويه، انما جوه المسجد كمان يخاف. ومش كده وبس، وبعد صلاه العصر اللي هو في وقت الدعاء فيه مستجاب، وهيدي على نفسه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيخاف. يبقى من وسائل التغليظ أن يكون في المسجد بالمكان، والتغليظ بالزمان يكون بعد العصر، والتغليظ بوجود الجمع، في وجود جمع من الناس، والتغليظ بالتكرار 4 مرات. يمكن يراجع نفسه بعد تاني مرة، بعد تالت مرة يبطل، ما يرضاش يكمل. شفت بقى كم مرة تغليظ؟ تغليظ بالزمان وبالمكان وبالجمع وبالتكرار، لان ربنا لا يحب الفضايح، ربنا ستار. فلما غلظ علشان ما تحصلش الا نادر، في القليل النادر بقى ما تحدث، لان ربنا ستار سبحانه وتعالى. فتلاعنا في المسجد، او تغليظ بالمكان، وانا شاهد، او بالجمع في حضور الجمع يشهدوا، مش هو والقاضي قاعدين لوحدهم، لا ده كمان يجمع له ناس. وقال في الحديث: فطلقها 3 قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، يعني تفريق مؤبد يعني.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي. قال إنه قائل يعني نائم القيلولة، قائل يعني نائم في القيلولة، فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل. سمع صوته فعرفه من صوته ان ابن جبير. قال له ابن جبير؟ قال نعم. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة. فدخلت فاذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. ده يبين لك تقلل الصحابة وزهدهم. يعني بعد الفتوحات سيدنا عبد الله بن عمر ده بعد الفتوحات كان عنده املاك وضياع، كان ملياردير بلغة العصر، ونايم على ايه؟ على بردعة حشوها ليف. وكانوا يتصدقوا بملايين الصدقات، يبقى كانوا ايه؟ ما يحبوش ان هم يعيشوا في ايه؟ في ساعة ما زاد عنده يتصدق بيه ويعيش كده بسيط، عيشة بسيطة. ليه؟ اعتادوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت فإذا هو مفترش بردعة، والبردعة ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، ليكسرج في الفرس. مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني إيه؟ ارجع في كلامك ونجلدك 80 جلدة وخلاص. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، بدل ما تفتري عليها وتبقى مشكلة. فهمت؟ ادي عذاب الدنيا إقامة حد القذف يعني عليه. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني ما تترجمي في الدنيا وتعترفي ونستريح أحسن إيه؟ ما تحلفي كذب ويؤجل عذابك للآخر. فهمت؟ برضو نفس الحكاية. إيه؟ نصحها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله. أهو هذه هنا بقى إيه؟ التغليظ بالتكرار. يبقى شفنا التغليظ بالمكان وبالجمع، وهنا بالتكرار، وحياتي بعد كده بالزمان إنه يبقى بعد العصر. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ما قالش طلاقه. طب ما هو يمر طلق، ما هو طلق، هو فاهم إنه لازم يطلق، لكن النبي قال له لا سبيل لك عليه. فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير، فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب
واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. شفت؟ لا سبيل لك عليها، خلاص يعني تمت الفرقة. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا، يعني مالي يعني عايز أخد المهر اللي دفعته فيه، مش تمت الفرقة بقى، اديني المهر اللي دفعته فيه، ما تستاهلش. فاهم؟ فالرسول قال له: لا، بما استحللت من فرجها، مش انت دخلت بيها، يبقى المهر تم بما استحللت من فرجها، روح خلاص مالكش حاجة. فاهم؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، يعني مالكش حق من جميع الأحوال سواء صادق أو كاذب. فهمت بقى؟ قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان سعيد بن جبير قتلوا الحجاج، وعبد الله بن عمر برضه قتلوا ابن الحجاج بن يوسف. الاثنين اللي بيروا دول الاثنين قتلهم الحجاج بن يوسف. سيدنا سعيد بن جبير اخر واحد قتلوا الحجاج بن يوسف. اخر واحد، قال: اللهم لا تمكنه من احد بعدي. فاصابه مرض وقعد يقول: مالي ومال سعيد؟ كان مالي ومال سعيد، انا كنت سبته ولحد ما مات. وسيدنا عبد الله بن عمر قتل وبعت له واحد بسيف مسموم في موسم الحج، غرزه في رجله وهو ماشي في منه، وبعدين راح يزوره يقول له: مالك؟ قال له: انت الذي قتلتني. شوف، سيدنا عبد الله جاي تزورني تقتلني وبعدين جاي تزورني. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ شفت؟ القاضي لا يحكم بعلمه. النبي كان ممكن يبقى عارف بالوحي، لكن النبي ما اتكلمش علشان يعلم القاضي أنه لا يحكم بعلمه. خلي علمك ده بينك وبين نفسك، لكن انت تحكم بالقرائن وبالايمان وبالاحكام الظاهره. فالقاضي لا يحكم الا بعلمه، لا يحكم الا بالقرائن، وممنوع يحكم بعلمه حتى لو شاف النبي يقظه. شوف، القاضي بقى راجل ولي بقى، وشاف النبي يقظه قال له: فلان ده بريء، ولا ياخد بيها. شوف، ولا ياخد بيها، يبقى بريء عند الله، لكن مدان قضاء. الاوراق بتقول انه مدان، يحكم بالاوراق. شفت قد ايه؟ الى هذه الدرجه. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب انه سمع سعيد بن جبير قال: سالت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال: وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ للمسمعي وابن المثنى، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وعنه به قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، يعني حد القذف، أو قتل فقتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال اللهم افتح وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب اللي هو الرجم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم تواب حكيم. هذه الآيات نزلت فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا، يعني على خلاف صفة الزوج، دليل أنه من راجل تاني. يبقى النبي هو يعني فتح باب علم الوراثة صلى الله عليه وسلم، ما كانش حد يعرف. يقول لك مندل هو أول من تكلم في علم الوراثة، مندل ده كان قسيس من 200 سنة واتكلف في البسلة، عمل شوية تجارب في البسلة، قالوا ده مؤسس علم الوراثة. وشوف النبي اتكلم عنه قبله بكام ألف سنة، والوراثة اتكلم عليها في الناس في الإنسان أكثر من النبات. مندل كل الحكاية كان بيزرع شوية بسلة في جنب الكنيسة اللي قاعد فيها، عمل شوية تجارب، وبعدين قال بقى الصفة المتنحية والصفة السائدة، عملوا مندل بقى من كبار العلماء. والعلم عندنا نحن المسلمون الحقيقة، العلم عندنا، لكن احنا اللي اعرضنا عن سنة نبينا ولم نهتم بها ولم ننميها. يعني النبي اتكلمه ان في صفات سائدة وصفات متنحية، وان هيجي اسود، السواد صفة تغلب على البياض، صفة سائدة، كلام وجعدا، جعدا يعني شعره يكون ايه مموج كده خشن شوية، واخد بالك؟ لان التاني اللي لعنها كان شعره ناعم وكان ابيض، فقال لو الواد جاء اسود وجعد يبقى على خلاف صفة ابيه، يبقى مش منه، يبقى الراجل ده صادق. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي تكلم على الوراثة اهو، مش مندل يعني، عشان تعرف ان في كتب العلوم بتاعتنا بتتكتب غلط، احنا اصلا درسناها كده في ثانويه عام، قالوا لنا مندل هو مؤسس علم الوراثه، وقعدنا ندرس بتاعه وناخد ثانويه عام ودخلنا كليه الطب واحنا جهله بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. المفروض كانت تتقال مثل هذه الاشياء. واثبت ايضا علم الوراثه في الحيوان، لما جاء واحد برضه يشتكي له ان مراته جابت له واد ابيض وهو اسمر، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت ما عندكش ابل؟ قال له عندي. قال له ايه؟ اليس فيها اورق؟ يعني تبقى الابل بتبقى فاتحه
والتاني الاورق اسمر. قال له فيها اورق. قال طيب مما جاء هذا الاورق في وسط كل الابل دي لون، وده طالع كده لوحده لون جديد. قال لعله عرق النزع، يعني تبع جد من اجداده احنا ما شفناهوش عرق. قال فلعله ايضا عرق النزع في ابنك يعني. يبقى اثبت الوراثه في الحيوان وفي الانسان. كل دي احاديث تدل على ان النبي تكلم في هذه الامور صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال سالت انس بن مالك وانا ارى ان عنده منه علما فقال ان هلال بن اميه. يبقى هلال والتاني عويمر، الاثنين دول هم اللي اقيم على اللي ايه اللي تلعن في الايه في العصر الاسلامي ايام النبي يعني في عصر النبوه يعني. فقال ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن سحماء وكان اخا البراء بن مالك لامه وكان اول رجل لاعن في الاسلام، وجاء بعديه عويمر بعديه على طول. وعشان كده بقى اختلفوا في سبب النزول، هل قصة عويمر ولا هلال ابن أمية؟ ويبدو أنها قصة متقاربتين، وأنه نزلت الآيات فيهما ونفذ اللعان في مع هلال ابن أمية قبل عويمر بإيه؟ بفترة بسيطة. عشان كده اختلفوا في سبب النزول، هل قصة عويمر ولا هلال ابن أمية؟ هما فيهما. قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان أخا البراء ابن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية. هلال كان كده عينه محمرة وبالدمع، أدي معنى قضيء. قضيء يبقى عينه حمرة بدمعة، مرض في العين يعني، ويبدو ان هذا المرض بيورث. فالنبي قال له لو طلع كده يبقى ايه ابيض لونه ابيض سابطا يعني مسترسل الشعر، شعره ناعم يعني، قضيء العينين فهو لهلال ابن اميه، لان دي كانت صفه هلال ابن اميه. وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين، جعد يعني غير صبط، يعني شعره مموج او مقط يعني ايه يعني خشن شوي، حمش الساقين يعني دقيق الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. والأكحل اللي هو إيه يعني رموشه طويلة بتعمل ظل كده في جفنه كأنه أكحل، أدي معنى أكحل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قال أخبرنا ليس عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، خدلا يعني ممتلئ الساقين، آدم يعني أسمر، كثير اللحم يعني تخين شوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. واحدة تانية يعني.
وعن أبي قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان يعني ابن بلال. عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا قططا احنا نقول عين كتكت قطط كتكت المصريين يقول لك شعر كتكت اللي هي القطط اللي هي زي شعر المسيح الدجال زي الدجال شعره كده مكتكت قطط يعني شعره كده عارف الافريقيين تلاقي شعرهم ملولو كده لولو يسموه ايه مكتكت اللي هي القطط يعني جعدا قططا يبقى معناه ايه وجعدا جمع الجعوده والقطوطه يعني خشن مموج خشن مموج الجعود التمويج وقطط يعني خشن. وعن ابي قال وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن القاسم ابن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن شداد أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في روايتي عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق يعني هقتله ما استحملش يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم يعني بيتعجب يعني النبي من غيرته يعني مش بيرد حكم النبي يعني يقول لا ده أنا أقتله اقتلوني برضه لا ما أقدرش أنا أعيش كده يعني هقتله برضه اقتلوني يعني اعملوا فيا بس هقتله. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال له لا بقى مش هستحمل هقتله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فنزلت إيه الآيات بعد كده. وعن أبي قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه.
وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق أو الوراثة. الوراثة أنها ممكن تبقى عن طريق الأجداد مش عن الجيل الأول، ده ممكن تبقى عن طريق الأجداد كمان. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى هو؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقف على كتاب العتق غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.